طبعا مفيش حد بيشك ولا حد بيفكر ان الجيش يمكن الانتقاص من قيمته. الجيش له قيمة معنوية في نفوس كل المصريين، لكن ان يكون هناك ضمانات خاصة بالجيش تمس شفافية الموازنة العامة، تمس وحدة الموازنة العامة، فهذا كلام يمس الدولة الديمقراطية ويهدم فكرة الدولة الديمقراطية. إذا جاء هذا الكلام في نص دستوري فهو خطير، وإذا كان هذا هو نوايا وغير موجود في الدستور فهو أيضا خطير. فإحنا بنرفض ده، وبنرفض أيضا العديد من النصوص الخاصة بهذه الوثيقة اللي بعضها مرتبك وغير واضح وغير مفهوم ولا يؤدي لقيمة مضافة للحياة الديمقراطية في مصر. شايفين ان كان ينبغي ان الحكومة تنشغل بتوفير البيئة المناسبة للانتخابات، وتنشغل بتوفير لقمة العيش للمواطنين، وهذا كان افضل من انشغالها واشغالنا بهذه الوثيقة اللي هي في النهاية لا تمثل اي قيمة حقيقية. اذا لم تسحب هذه الوثيقة او تجمد حتى يوم الاربعاء سيكون لنا حديث اخر، وسيكون لنا موقف يوم 18 القادم. دكتور، اعتراضكم على الوثيقة ولا على البنود؟ اعتراضنا على البنود واعتراضنا على الآلية اللي تمت بها هذه الوثيقة. لكن حضرتك ما عندكش اعتراض على الوثيقة نفسها لو بتتعامل بآلية؟ لا لا لا، يعني ما هو بص هذه الوثيقة لا تنفصل عن طريقة صناعتها. احنا لا نرى ان هذه الوثيقة تحقق الغرض منها والغرض المطلوب. احنا بنرفض هذه الوثيقة مرة ثانية، وبنطلب من أولي الأمر أصحاب المصلحة في هذه الوثيقة أن يسحبوا هذه الوثيقة أو أن يجمدوا الحديث عنها الآن، ونتحول إلى ما هو أهم، وهو تأمين عملية الانتخابات، تأمين لقمة العيش للمواطنين. أنا بعتقد أن حكومة الدكتور شرف كان عليها أن تنشغل بأمور كثيرة أهم من هذه الوثيقة التي جاءت بلا معنى وبلا مضمون وفي توقيت غير مناسب المرة. عودة روح يناير ما زالت تعيش بداخلنا، ما زلنا نحتاج لروح 25 يناير، لأن كل القوى الوطنية في مصر تشعر أننا لم نحقق ما كنا نتمناه. هناك استحقاقات كان يجب أن تقدم من أجل تهيئة المناخ لدولة ديمقراطية، من أجل تحقيق أهداف الثورة المصرية، كل هذا لم يتحقق. احنا بنعود بنمشي في خطوة إلى الأمام وخطوات متعددة إلى الخلف. نشعر بغصة شديدة، بنشعر أن الثورة ما زالت في حاجة إلى جهد. كل القوى الوطنية أعتقد أنها تؤمن بضرورة أن يحدث تغيير، نتمنى أن يكون هذا التغيير وفق الآليات المدنية والسلمية. على مسؤولية الدكتور الاستجابة من الدكتور أيمن في جمعة في 18 احنا كحزب غد الثورة اتخذنا قرار بالمشاركة يوم الجمعة القادم، لكن أنا بتكلم على الاجتماع اليوم وعلى التحالف الديمقراطي من أجل مصر. احنا أجلنا قرارنا لحين استبيان موقف الجهات المسؤولة من هذا البيان الذي أعلناه اليوم. إذا ما استجابوا بسحب الوثيقة أو تجميدها لن نشارك في جمعة 18. إذا لم يستجيبوا سنشارك في جمعة 18. أما موقفي أنا الشخصي كحملة أيمن نور وموقفي كحزب غد الثورة، إحنا سنشارك يوم 18، لأن هناك مطالب أخرى جزء منها سرعة نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. شكرا. أنا شخصيا ما عنديش تبرير. توقيت طرح الوثيقة بالنسبة لي توقيت عليه على بس فهم كثيرة جدا. يشير ان في مخاطر حول الانتخابات القادمة، وفي مخاطر الا تكون هناك جدية حقيقية في اجراء انتخابات قادمة. انا ادعو للدكتور السلمي باتم الصحة والعافية والشفاء مما ألم به من مرض، وادعوه الى ان يتخلى عن هذه الوثيقة السخيفة التي حملت اسمه ظلما وعدوانا عليه. انا اعتبر هذا ظلم له وعدوان، اعتبر هذا ظلما له وعدوانا عليه، فارجو ان يتنصر من هذه الوثيقة ويسحبها من السوق. صدر حكم يا فندم في المنصورة بحرمان مرشح الوطني من الترشح واسكندرية بحقيقتهم في كده. نحن منتظرون الكلمة النهائية اليوم للمحكمة الإدارية العليا اللي المفروض قدامها الطعنين اليوم، وهتقرر فيهم إما اليوم وإما بكرة وقت ما تحكم يعني، وهي الكلمة النهائية تكون المحكمة الإدارية العليا. لا يجوز لأحد أن يصدر وثيقة ملزمة للبرلمان ولا للجمعية التأسيسية، هذه الوثيقة منعدمة. حضرتك شايف إحنا في حاجة لثورة جديدة؟ إحنا في ثورة مستمرة.
قد تتجدد أوضاعها، لكنها ثورة مستمرة لم تنتهي. ثورة لا تنتهي إلا بتحقيق أهدافها أو بوعدها. هي لم توعد ولن توعد إن شاء الله، وهدفها تحقق. لا، ما نجحش في حاجة. على مسؤولية حضرتك في جمعة يوم 18 نوفمبر؟ ما أقدرش أقول لك. إحنا متفقين نأجل الموضوع إلى يوم الأربعاء. كيف أخبرك الآن بما لم يحن وقته؟ يوم الأربعاء أقول لك على مسؤوليتي أو لا. كافي جدا، لأنه الناس اللي بتشتغل في العمل السياسي عارفة بتشتغل إزاي. أنتوا يا إعلام ما تعرفوش تتصوروا، لازم كل برنامج عايز إعداد وعايز إنتاج وعايز واحد يدفع فلوس ومخرج يجي له. لا، الثورات مش كده. الثورات تقول يلا كله بينزل. هل الثورة اتسرقت من المصريين؟ لا، ما اتسرقتش ولا حد يقدر يسرقها. هي الثورة إيه، ميدالية يسرقوها؟ الثورة حالة نفسية وعصبية إنسانية نعيشها كلنا، لن تنتهي ولن تسرق. في حالة عدم الاستجابة يكون فيها اعتصام يوم 18؟ احنا قلنا كده النهاردة، بس لن نستطيع ان نقرر ذلك الا يوم الاربعاء، لانه اتفقنا مع اخواننا ما ينفعش. انا في تصوري ان هذه الوثيقة لم يضعها الدكتور علي السلمي، بل وضعتها القوات المسلحة وخلت الرجل يتصدى لها، وهو رجل يعني له قامة، ممكن يكون له ثقل، حابة تستغل هذا. لاني يعني الحقيقه واضح ان القوات المسلحه مش عايزه تمشي الا بضمانات معينه. ما هو الداعي في هذا التوقيت وهذا اليوم قبل الانتخابات والكل مشغول في الانتخابات، ويجي الدكتور علي السلمي يفرض هذه الوثيقه؟ اذا التوقيت حرج والتوقيت غير موفق، وان القوى السياسيه في هناك قوة مغرضه في الداخل والخارج بتعمل على تعطيل الانتخابات وتاجيلها. هو ده السبب الرئيسي لبعض القوى التي تدفع الدكتور علي السلمي الى فرض هذه الوثيقه. والمجتمعون اليوم اجمعوا على ان القوات المسلحه لها وضع خاص ولا خصوصيه ولا معزه وتقدير وتكريم من قبل الشعب المصري كله لما قامت به من دور عظيم في احداث 25 يناير وثورة 25 يناير المجيدة. ولا ينبغي أن نحدث فتنة ما بين الشعب وبين الجيش. كله قد توافق في الاستفتاء على بنود معينة خارطة الطريق للفترة القادمة. لماذا؟ إذن الإصرار على فرض الوثيقة في هذا التوقيت يثير الشك والريبة لدى القوى السياسية أن هناك قوى داخلية وخارجية بتعمل على تعطيل الانتخابات البرلمانية القادمة. نحن لسنا بحاجة إلى إعلان دستوري لذلك، لأننا نرى أن الإعلان الدستوري يصادر على الإرادة الشعبية. احنا نقدر نسميها وثيقة الدكتور علي السلمي أم وثيقة المجلس العسكري؟ لا، هي الوثيقة أعلنها الدكتور علي السلمي. احنا من يعني ربما لا أستطيع أن أجزم بذلك، وإنما بعض الحاضرون كانوا بيدوروا على من له يعني مصلحة وراء هذا، فقيل ده كان في الاجتماع الماضي. إما المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما أقحم من مواد خاصة به لم تكن موجودة من قبل، أو أن بعض العلمانيين المتخوفين وهما وهو غير صحيح أن تأتي قوى إسلامية تكون لها أغلبية في البرلمان تسيطر على الجمعية التأسيسية وبذلك يكون، وهذا يعني وهم غير صحيح. دول أصحاب المصلحة بما ورد في الوثيقة، لكن لو نحينا هذا ونحينا ذاك، يعني نحينا ما ورد في المعايير المواد المقيدة في معايير تشكيل لجنة الدستور والمادة 9 و10 التي أقحمتها على الوثيقة، فبقيت الوثيقة كلها متفقة مع ما جاء في الوثائق.